من هنا إذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجلية أن يعجل يزرب يسربي يسرع ويسارع أن يعجل إلى التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق. يتأمل هذه القضية دي الرزاق، يتأملها مزيان، نعس عليها وفق عليها. أراه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لأن راه وسواس إبليس. الشيطان يجيك ويوسوس لك ويقول لك أنت وإذا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش وما درتش ما غاديش تبني وتشرد أولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، إبليس ملعون، ما يجيب لك إلا القبيحة. والله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة وأعد لها ودير فعلا مشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني دير عقدة مع الله، كونترا عقدة، يا ربي بغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة. هذا الإحساس إذن تبنيها، يقول لك ربي تعالى غنعطيها لك، ولكن تبنيها، تبنيها، فبنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك ويدل فيها الجردة. هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد الخطرة سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء قال له أقرئ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيبون. قال له الغراس ديالها، الغراس الغرس ديالها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الأذكار، التسبيح، كلما سبحت كلما جردني في الجنة راكي غرس لك الحدائق والألوان والأشكال، المنزل ديالك، الدار ديالك، باش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا، لأن جوج الأمور تما ممدوحين في الجنة. الساعة عرضها كعرض السماء والأرض، استساع، يعني واحد حديث عجيب جدا أن بعض أهل الله ربي تعالى يدخلهم لواحد الجنة ويعطيهم واحد القصور، يعني واحد الجمالية اللي عندهم الذوق الفني بالمعنى يعني الحديث الكلمة، يتعجبوا من هذا الحديث العجيب، وهو حديث صحيح الإسناد. كيعطيهم ربي تعالى ياقوتة، كيسكنهم في ياقوتة، إنما هاد الياقوتة كيدايرة يعني هذيك الصدافة، الصدافة ديال البحر، الصدافة ديال البحر، وتصور واحد القصر ديال بحر الصدافة، يعني واحد الهندسة جمالية غريبة جدا. لكن كيقول لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ما بين الزاوية والزاوية في الصدافة مسيرة عين أو مد البصر، يعني تشوف بعيد عاد كيبان لك داك القنت الآخر، يعني اتساع، يعني الصدافة، الدخل ديال الصدافة من الساعة بحيث أنك راك هنا والقنت الآخر في الطرف، في الطرف ديال المكناس اللي هي، يعني الطرف ديال 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 الصدافة راه هو في الدخلة ديال المكناس على طريق فاس، والقنت الآخر في الخرجة ديال المكناس على طريق الرباط، وزواياها أربعة، عند أربعة ديال القنوت، وكل قنت عنده أهلون، يعني عنده زوجة في كل قنت. قال لك يعني الأهل في هذاك القنت ما كيشوفوا شيء، الأهل في القنت الآخر لبعد المسافة كيبانوش. فاتساع يعني محمود في الجنة التي وعدها المتقون الساعة، يعني ربي يعطيك قصر ويعطيك لك واسع، والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة. الساعة هو واحد، ثانيا العلو، عالي عالي، فالعلو ممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفردوس الأعلى، يعني اطلبوا الله تعالى إذا سألتموه اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، هو الأعلى ووسط، لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء، ومنه تتفجر أنهار الجنة، عنده النبع من تما كيخرج العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور. فلذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء، وهي في كتاب الله رب العالمين، الأوصاف اللي وصف بها في الجنة ماشي عبث، ماشي عبث، باش جات صور عديدات وآيات كثيرات، صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها، كلها كتكلم غير عن الجنة والنار، غير عن الآخرة، تهدرش على الدنيا. هذا إذن عنده معنى، إيش معناته؟ معناته أنك يقول لك ربي خصك تعرف الأحوال ديال الآخرة باش تعلق بها،
وتعرفت انت تخطط تخطط تخطيط الموقع اللي تراهن عليه، لانه رهان فعلا. ان ربح العبد كان رابحا، وانما الخاسر من خسر نفسه واهليه يوم القيامه. نسال الله العافيه والنجاه من الخسران المبين. ذلك ان شاء الله مسلك يسلك بالعبد لعلاج نفسه من عقيدة العجليين، ثم أيضا لأن يترقى بمراتب الإيمان، وكيكون عنده الحافز. معروف الآن يعني في المقاولات وفي الأشغال والإدارات أن بنادم ما يخدم تتكون عنده الحوافز. ربي تعالى دار لنا هذا الشيء هذا في الكتاب والسنة، في القرآن الكريم كله حوافز. فمن أهم الحوافز أنك تعرف على شنو عندك له. ولهذا كان من العلم النافع، أقول من العلم النافع، أن يتعرف العبد على أحوال الآخرة